أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة إجهر، وحلقة تكملة لحلقات أسئلة مشروعة إلى الله. اليوم الحلقة الثالثة. بداية بس حبيت أنوه، نسيت اليوم بحلقة قل رأيك أنه أذكر أني على الأكثر الاثنين أكيد أنا مو موجود، والجمعة يمكن أكون موجود يمكن أكون مو موجود بسبب ارتباطي مع الوالدة، أكون عندها هذه الأيام. والاثنين اللي بعدها إذا كانت الجمعة موجودة الحلقة فبها، إذا مو موجودة الاثنين راح تكون حلقة مميزة مع الأخت مها اللي ظهرت معنا في برنامج قل رأيك اليوم الجمعة قبل كم ساعة. يعني هاي النقطة نسيت أذكرها صراحة. طبعا وصلتني رسالة من صديق، طبعا مستر بلاك مساعدي في القناة، عرض فكرة، قال لي شنو رأيك إن ندز إحنا أسئلة مشروعة إلى الله، إحنا المشاهدين نبعث أسئلة مشروعة إلى الله. طبعا أني عجبتني الفكرة، ممكن تبعثون أسئلة من عندكم، أسئلة مشروعة إلى الله، وهي الأسئلة كل شخص اللي يبعث السؤال راح أذكر أنه أسئلة مشروعة من الله من فلان، وأعرض السؤال، أحاول أعرض كل حلقة سؤال سؤالين حسب كم الأسئلة التي تجيني من المشاهدين. يعني نحاول من الحلقة القادمة نسويها بحيث تسألون أيضا أنتم أسئلة مشروعة إلى الله، وأنا راح أعرضها خلال الحلقة. طبعا سلسلة تكملة الأسئلة مشروعة إلى الله، أبدي بسؤال: لماذا خلقت أديان مختلفة حتى لو كان دينان فقط؟ فالاختلاف يخلق الخلاف. يعني أنت ليش يا الله سويت أديان مختلفة وخليتهم يتصارعون باسمك؟ حتى لو نفترض فقط ثلاث أديان أو دينين اللي تعتبرهم أنت، الإبراهيمية كاليهودية والإسلام المسيحية، أنت شايف أنه كيف يأكلون بعض باسمك، باسم هذا الدين، وحتى اليهودية بيناتهم مختلفين في المذاهب، وكذلك المسيحية وكذلك الإسلام، بل بالإسلام يقتلون بعض على أساس هذا المذهب اللي يعتنقون. فأنت ليش تخلق أديان شرائع مختلفة، مرة سلم مرة حرب مرة سلم، حتى الناس كلها تأكل بعضها باسم هذا الدين وباسمك؟ فأنت إذا كنت إله وموجود كنت دخلت من زمان وعلنت بصراحة منه هو الصح ومنه هو الغلط. سؤال آخر إلى الله: لماذا لا تظهر علانية للجميع لكي تخرس الملحدين وغير مؤمنين ولكي يخاف منك الجميع؟ يعني تظهر بصورة علانية لا لبس فيها للجميع، يعني ما أريد خيالي يوسع، مثلا السماء كلها تغطيه في كل مكان من الكرة الأرضية وفي وقت واحد، وتظهر وتقول أنا الإله، وتظهر بعض الأعاجيب اللي تسويها حتى نصدق أنك موجود، وحتى تخرص أيضا ألسنة الملحدين اللي يتكلمون باسمك ليل نهار ولا حس ولا خبر منك. يعني رغم دعوات اليهود والمسيحيين والمسلمين علينا في كل وقت، لكن أنت لا تستجيب لأنك لا ترى لا تسمع ولا تتكلم. هذا سؤال آخر. موجود سؤال آخر أيضا
بعد علمك بفشل طريقتك في الكون وفي يعني طريقتك، انت شفت انه فشلت بالكون، ليش ما تفكر في التجديد؟ يعني الاغلاط اللي انت سويتها والبشر جاي يلقون المشاكل من وراها ومتأذين من وراء هذا الشيء، ليش ما تحاول تسوي طريقة أخرى جديدة حتى البشر ما يغلطون وما يتأذون من وراء الطريقة الفاشلة اللي أنت تقوم بها؟ حاول تجدد حتى البشر يصدقوك، والناحية الثانية تجعل حياتهم أجمل. أنت جامد. سؤال آخر، أنت إله من 5000 دين؟ عاوزين نعرف أنت إله أي منهم، يعني هل أنت دين من الأديان الإبراهيمية أو البوذية أو الهندوسية أو الزرادشتية، يعني أنت أي منهم من 5000 دين اللي بعض نعرفه وبعض ما نعرفه؟ هالشي مو غريب تشوفه أنت، الكل يسوي دين باسمك وانت ساكت ولا تحكي ولا تتكلم، والغريب أنه كل واحد يسوي دين على مقاسه على المكان اللي هو عايش به ويسوي قوانين على هذا الأساس. زين، سؤال آخر، ليش تعاقب اللي ما يعبدك؟ يعني أنت هل أنت خالق البشر حتى يعبدوك تستعبدهم؟ يعني مثلا يعني تخيل أني أبويا يجيبني الحياة ويقول لي أريدك ليل ونهار تسجد لي، يعني هذا شيء ما حد يقبله، يعني ماكو إنسان يقبل هكذا شيء حتى لو كان أبويا. يعني ليش يعني أسجد الليل والنهار؟ يعني شنو السبب؟ يعني أنت باختيارك خلقتنا، مو باختيارنا إحنا، ليش تعاقبنا لما ما نعبدك؟ يعني شنو السبب؟ شو تستفاد أنت إذا عبدناك؟ سؤال آخر، يعني أنت نتخيل الإله هو اللي الإله نعتبر الأب والعائلة هم البشر. أنا ما أقدر أتخيل أنه أب يشوف أولاد يقتلون بعضهم باختلاف آرائهم وهو يتفرج عليهم ما يتدخل. يعني أنت تشوف الاختلافات موجودة كلها، ليش ما تتدخل؟ يعني تسكتهم مثل الأب اللي يسيطر على العائلة، أنت ما مسيطر على أحد، تاركهم كل واحد براحته. يعني هذا فقط لتقرب الجسمة للمشاهدين. سؤال آخر، هل القوانين الكونية تطبق عليك من مبدأ العدالة أو ابدأ بنفسك؟ يعني أنت تسوي قوانين على البشر، سوي هيك سوي هيك سوي هيك، بينما أنت القانون ما يطبق عليك، ليش ما يطبق عليك؟ يعني أنت إيش تفرق عن الباقين؟ يعني أنت إذا أنت خلقتنا خلص نصير كأنه الإله هو البشر والنمل هو العبيد ماله، وشوكت ما يعجب يدوس عليهم يعني برجله ويقضي عليهم. هل تعتبر هذا الشيء صحيح؟ يعني تتلذذ أنت بهذا الشيء؟ نتمنى تطبق القوانين اللي تفرضها على البشر على نفسك أيضا. سؤال آخر، هاي حكيناها طبعا بس أرجع إذا شو التأثير إذا ما عبدناك؟ يعني أنت ما راح يأثر عليك شيء إذا عبدناك أو ما عبدناك، يعني غرورك أنت تشبع غرورك إذا إحنا عبدناك؟ وليش تخلقنا أصلا؟ لا تخلقنا ولا نعبدك ولا أي شيء. ما يكفوك اللي بالسماء كلهم الملائكة اللي ليل ونهار يسبحون باسمك وانت قاعد على الكرسي متونس مكلب بينا؟ ذراك على الأقل لا عدهم مشاكل، لا عدهم حروب، ولا عدهم
ألم ولا عندهم حقد ولا أي شيء، فأنت تقيسهم مثل ما تقيسنا إحنا مثلا. الملائكة مرتاحين طول حياتهم، ما شايفين مصاعب ولا شايفين كره ولا التعب ولا الكد في هذه الحياة للحصول على لقمة العيش، تساويهم بينا أنت يعني؟ ذولاك مبسوطين ومرتاحين، هم شي يفرقون عنا؟ ليش يعني هم في منزلة أحسن من عندنا مثلا؟ آخر شيء، أنت ليش تخلق الألم أصلا؟ ليش تخلق بينا الألم اللي الأم اللي توضع طفلها توصل إلى حد الموت، يعني إلى أن تذب الطفل وممكن تموت من وراها، وإحنا أبسط شيء ممكن يقتلنا. فإذا كان جواب البعض أنه الألم وضع حتى يعني ينبه على الشيء الغلط اللي صار بالجسم، أنت كنت تقدر يعني تسوي طريقة أخرى، مثلا تنبه العقل، تيجي أوامر للمخ أنه عندك خلل في المكان الفلاني، وإذا أنت ما تصلحها راح تكون غير فعالة. مثلا مثلا إيدي تصير بها مشكلة معينة توصلني، مثال هذا توصلني الأوامر الإيد أنه الإيد فيها عطل معين، الإيد ما راح تتحرك إلى أن تصلح هذا العطل بدل الألم. مثال يعني هذا الألم حاجة جدا سخيفة، وانت تشوف كثير من الناس مثلا يأخذوا للسجن إذا هو ما مسوي شيء يعترف على نفسه لأنه يريد يخلص من الألم اللي هو به. أعتقد كنت تقدر هذه المسألة تصلحها أكثر. أكتفي بهذا القدر اليوم من الأسئلة، وأنتظر أسئلتكم، دزولية أما على حكمة سليمان بالعربي، هذا اسمي بالفيسبوك، صورتي أنا شاب داعشي في الثمانينات، يعني صورتي وأنا شاب بلحية، حكمة سليمان بالعربي، أو على السكايب تقدرون تبعثوا لي الأسئلة وأعرضها لكم. أبا الحكم بن كثير بالإنجليزي، وموجودة دائما بالوصف، وصف الفيديوهات اللي أعرضها تقدرون تشوفونها. أبا الحكم وحد بن كثير وحد بالإنجليزي، ورح أعرض الأسئلة وأعرض أشخاص اللي عرضوا هذه الأسئلة المشروعة إلى الله. شكرا لكم، وليلة سعيدة، تصبحون على خير. باي باي.